حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة نصرة السيد عبد المولى. أنا اللي قتلته. بسأل نفسي لربنا خلق الشيطان الهيب لأن البني آدم نفسه الشيطان. احنا ناس ليها سمعت، اي حد هيحاول يأذينا هنعلمه الأدب بس بالقمر. انا لا يمكن ابيع مراتي بكنوز الدنيا كلها. طعمك ما تتخيل يعني ايه ممكن يشوف ابوك قد ايه. ده ابوك يا عاصم. ربنا له سر في احكامه محدش يعرفه الا هو. لو ابو كده مات ولا حصل له حاجه ساعتها هنروح في 60 داهيه ومش هبقى لوحدي. انت ليه دايما بترمي مشاكلك على كل اللي حواليك؟ وانا الموضوع ده بالنسبه لي ما فيهوش تفكير، وانا هفضل عند قراري ومش هغيره على فكره. مراتك غلطت يا سعد وانا مش متعود اسامح اللي بغلطوا معايا. فكره ان انا علمتهم يقفوا في ظهر بعض. وقفوا في ظهر بعض بس يا صادق. انا صورت كل حاجه يا باشا وبعتها لك. دي خبوا حاجات غريبه في الرمله. انت فكره نصره بعد اللي عملناه فيها زمان هتثق فينا ولا تقول لنا حاجه تخصها؟ نصر اللي خرجت من السجن غير نصر اللي دخلته. الورق اللي معايا هيوديك في 60 داهيه. انت السوق القوي عليا. طب وعزه جلاله الله ما هتخرجي من الاوضه دي يا نصر. انا اخواتي عمرهم ما هيكونوا زيك انت واخوكي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.